الكريم الله يعظه الا يكون من الجاهلين. وبالتالي رب العباد يعظنا يعظنا الا تسال الله ما لم يقدر لك الله. يعني انت طرقت الباب 100 مرة على امر ولم يتحقق. يا اخي ارح نفسك من التدبير، ما قام به غيرك لك لا تقم به انت لنفسك. يعني ارح نفسك، يعني انت طرقت الباب وعملت الاسباب، استرح خلاص. قول ايه؟ اما يجيب المضطر اذا دعا. انا عملت كل ما علي، خلاص انا ادعوك انت يا رب. خلاص انا الاسباب خلصتها، انهيت الاسباب، انت مسبب الاسباب، تجد كرم الله فورا لك. ليه؟ لان يقينك لما يزداد اعرف ان الله قد تجلى نوره في قلبك. الله اكبر. في كده الله اكبر. فلما افاق قال سبحانك انزهك يا رب عن كل نقص.